اليوم احنا هنا في المعهد التقني بابل، واحد من التشكيلات المهمه لجامعه الفرات الاوسط التقنيه، لافتتاح هذا الصرح اللي هو مبنى مجمع القاعات النموذجيه المدرجه والمختبرات. وحقيقه هذا المبنى تم تنفيذه من قبل قسم الاعمار والمشاريع في رئاسه الجامعه، ومشاركه عدد من المهندسين والفنيين في المعهد التقني بابل بامكانات ذاتيه من خلال استثمار موارد صندوق التعليم العالي في رئاسه الجامعه. التنفيذ رعيه يعني انه افضل المواصفات وعلى المواصفات الهندسيه لضمان جوده التنفيذ. المبنى تقريبا مساحه البناء بحدود تقرب من 2000 متر مربع، اربع قاعات نموذجيه، سعه القاعه الواحده 110 طالب، يعني بمعنى انه هذه البنايه ممكن ان تستوعب تقاعات دراسيه كطلبه بحدود 440 طالب في ان واحد. المختبرات اربع مختبرات نموذجيه راح تستخدم للاقسام الطبيه موجود بالطابق الثاني، وفضلا عن مكاتب اداريه ومكاتب التدريسيين ايضا ضم هاي البنايه. بارك الله وسلم شهاده، اكيد هاي ثمره جهود وتعب. شنو يعني هذا للطلاب وبالنسبه لكادر المعهد؟ طبعا احنا هذا الشيء نشوفه يعني فرحه للطالب من يجي يشوف بنايه جديده ومهيئه بها كل سبل الراحه، كل السبل العلميه اللي تواكب الحضاره اللي موجوده هسه بالتعليم العالي. يعني احنا شلون نشوف احنا فد شيء جديد هسه، بادره جديده اللي صارت بمعهدنا، اول بادره هذه ان شاء الله، والقادم افضل ان شاء الله. طبعا احنا نقول احنا الطالب بدنا نوفر له افضل سبل تعليميه، واحنا نريد من عندنا ثمره. الثمرة هو من يكون الطالب يشوف قدامه كل سبل التعليم متوفرة، الثمرة تكون هي النتيجة، يطلع طالب متفوق، هذا كل هذا يعني يكون إنه هذا حافز.